بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ثلاثة أشياء هي التي تسبب رسوخ المجتمع وتسبب عدم هبوب الرياح الانقلابية على المجتمع: الحرية، الكفاءة، المعيشة. هذه هي الأشياء الثلاثة التي تسبب أن يكون المجتمع راسخاً متيناً لا تهب عليه رياح تسبب اضطرابه. لوضوح أن الكفاءة إذا وصلت إلى مراكز تكون سبباً للوعي الذي يسبب الرسوخ. مثلاً جئت بإنسان كفءٍ لأجل البناء، لا شك أنه يبني بناء حسنا، وجئت بإنسان كفء لأجل الإدارة، لا شك أنه يدير إدارة حسنة. وكذلك إذا جئت بكفء في أي شأن من شؤون الحياة، هذا يدير ذلك الشأن بغير النقص أو بأقل قدر من النقص. هذه هي الكفاءة. أكو هناك قصة صغيرة بالنسبة إلى الأمويين لما أزيلوا عن الحكم، وبينما كانت حكومتهم حكومة قوية جدا، سأل إنسان إنسانا منهم، قال: لماذا ذهبتم بينما كانت حكومتكم حكومة راسخة قوية؟ والحكومة الراسخة القوية لا تزال بسهولة. ذاك الإنسان الأموي أجابه بجواب فيه شيء من الحكمة والرؤية والواقع. كان من شيبة الأمويين بعد زوال حكومتهم ومجيء الحكومة العباسيين، قال: لأن الحكام أعطوا الأمور الصغار إلى الكبار، وأعطوا الأمور الكبار إلى الصغار. يعني أنه مدرسة أعطوها لإنسان صالح لأن يدير بلده، وبلد أعطوه لإنسان صالح أن يدير مدرسة. الكبير أبى أن يدير المؤسسة الصغيرة فأهملها، والصغير لم يتمكن أن يدير المؤسسة الكبيرة، وبين هذا وهذا ضاع الحكم. وفي الحقيقة هذا جواب جميل جدا. الإنسان الصغير لا يتمكن من إدارة الأمور الكبار، ونقصد الصغير عقليا وفكرا ووعيا، والإنسان الكبير يرى نفسه فوق المؤسسة الصغيرة فلا يعتني بها، وبين هذا وهذا
ضاع الحكم. هذا الشيء الأول، الكفاءات، يعني أن يكون المدير للمدرسة كفءاً، أن يكون إمام الجماعة كفءاً، أن يكون الحاكم كفءاً، أن يكون التاجر كفءاً، أن يكون المؤلف كفءاً، أن يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والنائب والشيخ في مجلس الشيوخ كفءاً. كفاءات، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الحريات. الحريات هي التي تأتي بالكفاءات. إذا كان في البلد حرية الكفاءات تظهر، أما إذا كان في البلد كبت، وكان في البلد إرهاب، وكان في البلد تضييق، الكفاءات لا تظهر، لأني أتمكن أنا التاجر أن أتاجر في جو الحرية، أستورد بضاعة، أبيع بضاعة لمن شئت ومن أي مكان شئت وبأي ثمن شئت وبأي ثمن شئت، في غير حدود الإجحاف بطبيعة الحال، فيكون تنافسا حرا بين الأفراد وتظهر الكفاءات. أما إذا خفت من البناء وخفت من السفر وخفت من الإقامة وخفت من الكلمة وخفت من الكتابة وخفت من الحركة وخفت من السكون، لا تظهر كفاءاتك ولا تظهر كفاءاتك. وهناك التدمير، الحرية الشيء الثاني. الشيء الثالث المعيشة. أبو ذر الغفاري يقول: عجبت للفقراء كيف لا يخرجون إلى الأغنياء بسيوفهم. وهذا شيء طبيعي، إذا أنا لم أملك ماء أو خبزا أو مسكنا أو ملبسا أو زوجة أو حرية أو أي شيء من مما أحتاج إليه في حياتي الفردية أو الاجتماعية، يكون علي ضغط. وفي المثل المشهور: الضغط يولد الانفجار. وخذ منفاخ، هذا المنفاخ أنفخ فيه، أنفخ وأنفخ وأنفخ وأنفخ، أخيرا ماذا؟ أخيرا الانفجار. الضغط يولد الانفجار. هذه هي الأسس الثلاثة التي تسبب استقرار المجتمعات، وأضدادها تسبب اهتزاز المجتمعات وتساقطها في النتيجة، وانهيارها والانقلابات فيها والثورات والمظاهرات وإلى آخر القائمة المعروفة. الكفاءات، الحريات، المعيشة، العيش بالمقدار الذي الإنسان يريده في أدنى مستوى معيشة. هذه الثلاثة إذا لاحظناها نجيب على سؤال طرح في الأسبوع السابق، وكثيرا ما يطرح ويبقى خاليا عن الجواب، وإننا لا نقول هذا الشيء كعلم، وإنما نقول هذا الشيء كمنهاج للعمل. السؤال المطروح: هل هناك في البلاد الإسلامية معاجز، أو هل هناك في البلاد الغربية معاجز؟ لماذا نرى أن الانقلابات والثورات كلها في البلاد الإسلامية؟ في العراق انقلاب، في إيران انقلاب، في مصر انقلاب، في سوريا انقلاب، في الأردن انقلاب، في السعودية انقلاب. إما انقلاب ناجح أو انقلاب يصل إلى النجاح ثم يسقط الانقلاب، لكن محاولة انقلابية أكو. وكذلك في اليمن انقلاب، وفي اليمن الجنوبي انقلاب، وفي أفغان انقلاب، وفي تشاد انقلاب، وفي كذا انقلاب، وإلى آخر القائمة، باكستان انقلاب، وهكذا. لماذا هالانقلابات؟ شنو التفسير؟
أو محاولات انقلابية. ثم أنه تعال في أمريكا ماكو انقلاب، في روسيا ماكو انقلاب، في الصين ماكو انقلاب، في بريطانيا ماكو انقلاب، في أستراليا ماكو انقلاب، في بلجيكا ماكو انقلاب، في اليابان ماكو انقلاب، في فرموزة ماكو انقلاب، في فرنسا ماكو انقلاب، في إيطاليا ماكو انقلاب. لماذا؟ هل هذا معجزة؟ هل هنا معجزة، معجزة الانقلابات، أو هناك معجزة عدم الانقلابات؟ في السويد ماكو انقلاب، في النرويج ماكو انقلاب، في دنمارك ماكو انقلاب أبدا، لا ترى أي يوم. بينما أي يوم أنت منتظر أن تخرج صحيفة وفي الصحيفة نبأ انقلاب أو محاولة انقلاب، وبينما البلاد التي ما فيها انقلاب دائما يخافون من الانقلاب. مصر تخاف من الانقلاب، 40 مليون تخاف من انقلاب، وإسرائيل 3 ملايين ما يخاف من انقلاب. معجزة هذا؟ أندونيسيا كان محاولة انقلاب من الصينيين، 135 مليون نفوذ الأندونيسيين، أكثر من بريطانيا مرة ونص، وأكثر من ألمانيا الغربية مرتين. يصير في انقلاب ودائما يخافون انقلاب. في باكستان يصير انقلاب، انقلاب أيوب خان، وانقلاب ضياء الحق، وانقلاب اسكندر مرزا، وانقلاب ما أدري منه بوتو، كل انقلاب. في الهند ما يصير انقلاب، الهند وباكستان جاران، لماذا هذا يصير في انقلاب وذاك ما يصير في انقلابات؟ هل هذه معجزة أو أن هذه واقع بسبب؟ السبب هل أعمدة الثلاثة التي ذكرنا؟ البلاد الإسلامية لا تتوفر فيها هذه الأعمدة الثلاثة: الحريات، الكفاءات، المعيشة، مو متوفرة. وما دام هذه الأمور مو متوفرة، كل بلد إما في سبيل انقلاب إما خوف انقلاب، أكو على طول الخط. وليكن نفوسه 1000 مليون، وليكن أموالها مليارات، ألوف المليارات. الآن أمثل لكم ثم نأتي إلى الموضوع وإلى صلب الموضوع ونقول هذا الشيء حتى نحن بمقدارنا نوفر أسباب عدم الانقلابات، لأن في الحقيقة الانقلابات مهازل في بلادنا وتحطيمات للكفاءات. وأننا إذا قلنا حكما إسلاميا معناه أن الحكم الإسلامي يعتمد على هذه الأمور التي تجعل المجتمع مجتمعا مستقرا. هناك لنفرض كمثال في إسرائيل البلد الصغير ال3 ملايين، والبلد اللقيط، والبلد الجديد الحدود 30 سنة عمر إسرائيل، من 48 إلى 78 كما هو معروف. في هذا البلد الصغير لماذا ماكو انقلاب ولا يخشى من الانقلاب؟ ذات يوم سمعتم أنه فرد صحيفة أو فرد إذاعة يقول إحنا نخشى من انقلاب شيوعي في بلدنا. ما صرت تقول، إيران تقول على 40 مليون، أندونيسيا تقول، باكستان تقول، إسرائيل ما تقول هذا الحكي. وحقيقة إسرائيل ما فيها انقلاب، وحقيقة في إيران وفي أندونيسيا وفي أفغان وكل مكان إما أكو انقلاب ناجح أو خوف الانقلاب أكو. لنفرض كمثال أن في إسرائيل ياسر عرفات، أبو أياد، محسن أبو الميزر، و4-5 آخرين هناك تسللوا وصنعوا صنع عبد الكريم قاسم في العراق، لأن عبد الكريم قاسم مع كتيبة سوى انقلاب، كلهم 800 إنسان في العراق على الملكيين. هؤلاء وصلوا إلى إسرائيل وذهبوا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي ليلا وقتلوا وزير الدفاع وجميع من تحت نفوذ وزير الدفاع من الذين هم في وزارة الدفاع، وجلسوا في مكانه وسيطروا على الإذاعة. هل هذا الانقلاب ينجح؟ مستحيل ينجح. لماذا؟ لأن الانقلاب لا ينجح بقتل وزير الدفاع والاستيلاء على الإذاعة،
الانقلاب ينجح بسبب إطاعة الضباط والقواد الذين هم في مختلف مراتب الجيش وفي مختلف مراتب الأمن. ياسر عرفات راح هناك وقتل وزير الدفاع الإسرائيلي واستولى على الإذاعة، خبر يدريهم أسامي القواد في الجيش الإسرائيلي، خبر ذاك قال تعال لحفظ الدفاع، يقول ما أجي. خبر ذاك الإنسان الثاني يقول أبدا. خبر الإنسان الثالث يقول أبدا. الإنسان الرابع يأتي بدباباته ويضرب الدفاع ويقصف الدفاع بمن فيه وعلى ما فيه. مو هذا الشيء، لنقرب المثال فرد شوي تقريب أكثر. لو فرضا أن موشي ديان فكر في الانقلاب وعنده 10 من الضباط جمعهم وعدة كم طائرة وعنده كم دبابة وجاء بالليل وقصف مركز بيغن وقتله وجلس في مكانه، هل يصير انقلاب في إسرائيل؟ مستحيل، لأن موشي ديان يخابر الضباط تعالوا، يقولون أبدا من جهة اللص حرامي، يطوقوا محله يأخذوه يودوا للمحكمة يحكم عليه بالإعدام، هو ورفاقه يعدمون والحكم يبقى. نعم من الممكن بيغن قتل صح، وأربعة من أعوانه قتل، انقلاب ما يصير. لماذا؟ أما عبد الكريم قاسم يسوي انقلاب، أما شاه إيران يخاف من الانقلاب الشيوعي، لأن هناك في إسرائيل وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا الضباط جاءوا بالكفاءات، الكفاءة لا تطيع أحدا، كفاءة تطيع الحكم مو إطاعة عمياء. كان عبد الكريم أو عبد السلام أو أحمد حسن بكر أو فيصل أو غازي، أبدا، هذا شغل المعدان مو شغل الكفاءات. الآن أمثل لكم مثال أيضا في حياتنا الحاضرة، فرد واحد أخون ديجي من مكان ما من الأرض ورأى أن الجماعة في المسجد جماعة ضخمة، علماء وتجار وخطباء وشباب ومثقفين، قال أحسن شيء نسوي على محمد انقلاب. اجى وجمع فرد 4 من أصدقائي، أنا أروح منا إلى المسجد، اختطفني في الطريق وذبحني أو سجنني، والراح وقف مكاني في الصلاة. هل يمتلئ المسجد؟ أبدا، لأن هؤلاء الذين إلى المسجد جاءوا بكفاءات، يعني هذا صديق، هذا معتقد، هذا مقلد، هذا فاهم، أبدا لا يأتي أحد منهم، فبقي على القول المشهور معاوية وحوضه في النار، كان علي وحوضه في الجنة ومعاوية وحوضه في النار. الكفاءات لما صارت كفاءات، الكفاءات تأخذ، الكفاءات مو اعتباط، أي إنسان يأتي إلى الحكم هو القائد وهو الطيار وهو الضابط وهو الأميرال، أميرال البحرية يقول سمعنا وأطعنا، أبدا ما يقولون. في البلاد الإسلامية في الحقيقة هم هيئوا الانقلابات، لأن هم ما يأتون بالكفاءات، هم يأتون بالعملاء، يعني عبد الكريم قاسم لما يأتي إلى الحكم يأتي بحفن من العملاء حوله، عملاء ما عندهم كفاءات. أنا أذكر كان عندنا فرد متصرف في كربلاء اسمه عبود الشوك، هذا وضع متصرف في كربلاء محافظ، هذا كان على لسبيل عبد الكريم قاسم يعمل أي شيء. عبد الكريم سقط وجاء عبد السلام، أول من أبرق يهنئ عبد السلام هو هذا المصرف، لأن هذا مو مبدأ، هذا عميل، هذا لا أجل الكرسي ولا أجل الفلوس، كان مع عبد الكريم الكرسي والفلوس يؤيده، ثم صار مع عبد السلام الكرسي والفلوس أيده أيضا. غربيين الفاهمين وغيرهم ما يأتون بالعملاء، يأتون بالكفاءات، الكفاءات مو مستعد للتأييد ولا يؤيد. ذات مرة في ألمانيا الغربية صار فرد انقلاب، في ألمانيا الغربية صار فرد انقلاب، يعني فرد جماعة من الضباط هؤلاء قفزوا على الحكم،
راحوا للحكم، أرسلوا إلى الوزراء، تعالوا إلى وزاراتكم، أي وزير ما حضر قالوا إحنا مو مستعدين، إحنا مو وياكم كنا، ويا غيركم، وإحنا ويا الديمقراطية. أرسلوا إلى المدراء، أي مدير ما راح. أرسلوا حتى إلى مدراء المدارس ما راحوا أبدا. فبقوا هم جماعة صغيرة، جماعة صغيرة ماذا يعملون؟ هم مو بالإعجاز يعملون، صاروا مضطرين، رجعوا إلى ثكناتهم. الوزراء جاءوا، النواب جاءوا، مدراء المدارس جاءوا، مدراء الأقسام جاءوا، ألقوا القبض عليهم، حاكموهم. كفاءات إذا كانت هكذا تكون، أما إذا لم تكن كفاءات، حفنة من العملاء وحفنة من المرتشين وحفنة من الذين وصلوا للحكم بالكذب والدجل، هؤلاء ما دام بيدهم الحكم والكذب والبوق يقولون. أما إذا ذهبوا العملاء لا يساعدوهم، الذين هم جمعوا حولهم وغير العملاء لا يساعدوهم أيضا، ولذا يسقطون. ولذا في إسرائيل ماكو خوف انقلاب أبدا، أما في بلد 135 مليون أكو خوف الانقلاب. هذا الشيء يسبب لنا أن نعرف أننا نحتاج إلى تربية الكفاءات. صحيح الآن أن الحكم وقع بأيدي جماعة، هؤلاء جاءوا بغير الكفاءات إلى البلاد الإسلامية، ولهذا يسقطون ويتساقطون، لكن هل معنى هذا أن نترك نحن تكليفنا الواقعي الذي يخدم بلادنا لأجل هذه الفكرة المغلوطة؟ أبدا. ثم في بريطانيا أو في إسرائيل أو في أستراليا أو في أي بلد مستقر، الناس يتمتعون بأقل قدر من المعيشة، كلهم حتى العاطلين. العاطل لهم رسوم من الدولة، حتى أنا جديدا كنت أشوف على أنه في يابان أي إنسان يصبح شيخا، يعني شو صار أمر كبير، الطائرات يأخذون أقل منه، السيارات يأخذون أقل منه، الباخرات يأخذون أقل منه، القطارات يأخذون أقل منه، الحكومة تعطيه، الشؤون تعطيه، يعني جمعيات خيرية شؤون وحكومة، وكلهم يعينون لهم قريولة لنومه، ويعينون تسهيلات أن أي شائب وشيخ يعرف على أن مستقبله مستقبل حسن، يعرف على أن المستقبل له هذا المستقبل، ويعرف على أنه إذا صار مريضا أو صار كذا هذا يصبح مورد عناية الحكومة ورعايتها، ويصبح مورد عناية المجتمع ورعايته، فما عليه ضغط معيشي. وفي أمريكا نفس الشيء، ما عليه ضغط معيشي، ما دام يكتسب يكتسب، وإذا فنش عن العمل معاشه يجري له من كيس الدولة، معاش مو رمزي، وإنما معاش يكفيه معاشه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الحريات الموجودة، كل إنسان يدري أن الدنيا تنافس حر ويتقدم. أما أنت سني لا تتقدم، أنت شيعي لا تتقدم، أنت أجنبي لا تتقدم، أنت بطني لا تتقدم، هذه الأفكار مو موجودة. كل إنسان يدري أنه كفاءاته هو الشيء الذي بنى عليه الإسلام بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقى يعني كفاءات، لأن الكفاءات التقوية لو حصلت، معنى الكفاءات الدنيوية تحصل أيضا، التقوى مو معناها فقط الصلاة والصيام، التقوى معناها مجموعة الإسلام، مجموعة الإسلام دين ودنيا، يعني كفاءات. أتقاكم يعني أحسنكم، أكفاؤكم، أكرمكم عند الله تعالى. من الضروري على الإخوان مطالعة كتاب وكتاب وكتاب وألف كتاب وعشرة آلاف كتاب، وإذا امتد بهم العمر 100,000 كتاب. العثمانيين سقطوا، وفي الحقيقة يجب علينا أن نقرأ أحوال العثمانيين، وكثيرا ما كتبوا أحوال العثمانيين في كتب،
غربيين كتبوا والمسلمون أيضا كتبوا أحوال العثمانيين، ولو مسلمين أقل كتبوا والغربيين أكثر كتبوا، وترجمت الكتب، ولا يكون معرفتنا بالأمور كأماني وخيالات وسمعيات وأوهام لا حقائق. الآن لاحظوا الفرق بين الكفاءات وعدم الكفاءات، أريد نمثل بهذا مثالا صغيرا. الغربيين فكروا في إسقاط العثمانيين، الأسلوب الذي أسقطوا به العثمانيين كانت أساليب، ما علينا بالأساليب الآن، علينا بأسلوب واحد لأنه أكو مقارنة. العثمانيين هؤلاء كانوا يأتون إلى الحكم بالمحسوبية والمنسوبية، هذا محسوب علينا، هذا منسوب لنا، هذا المعروف عندنا الآن أيضا، يعني فلان إنسان قريب الخليفة فيها كفاءة أو لا يجعلوه مدير شرطة عام، فلان إنسان قريب للوزير فيها كفاءة أم لا يجعلوه قاضي، هاي تسمى عملاء، جمع عملاء، وعدم كفاءات وعدم فهم. الغربيين من الخطط التي اتخذوها ضد العثمانيين قضية القوميات، لأن العثمانيين كانوا كمركز ثم حواليهم مئات البلاد، بلاد العربية، أوروبا الشرقية، وما أدري بلاد كذا وبلاد كذا وبلاد كذا، هذن كانت حول العثمانيين، الإمبراطورية العثمانية كانت قائمة على أكتافهم. هؤلاء الغربيون أحيوا القوميات في نفوس هؤلاء، القومية العربية، القومية الألبانية، القومية القبرصية، القومية اليونانية، القومية الجوغوسلافاكية، لأن هذن كلها كانت من البلاد العثمانية، صح، أحيوا هذه القوميات. القوميات احتيوا، لما احتيت القوميات في البلاد كفاءات ماكو، أقل قدر من المعيشة ماكو، حريات ماكو، القوميات نشطت، فأخذت البلاد العثمانية تتساقط بلدا بلدا بفعل القوميات الغربية، وهكذا انتهت أمر تركيا الإمبراطورية إلى بلد صغير 30 مليون، هذا الموجود الآن، وهذا الشيء الموجود الآن أيضا دخلوا في داخله ونسفوه من داخله بأساليب متنوعة، الآن لسنا بقصد الأساليب، شوفوا هذا الشيء، نفس الشيء أراد الغربيون أن يصنعوه بروسيا قبل 15-20 سنة، لأن روسيا أيضا ما كلها قوميات، قوميات تاجيكية وقوميات قازاقية وقوميات قرقيزية وقوميات كذا، وألمانيا الشرقية والبلاد أوروبا الشرقية وكلها قوميات، لكن الروسيين جايين بالكفاءات جايين، ولذا شوف رئيس الحكومة يتبدل، فرد يوم برجنيف، فرد يوم فلان، فرد يوم فلان، هذا معناه كفاءات، ولو أن نظامهم لا يعجبنا نحن وفي نظامهم نقائص إن شاء الله نقوله ذات يوم آخر، من الناحية الدينية، من الناحية الدنيوية، لكن كفاءات، إذا ما كانت كفاءات كان ستالين يبقى إلى أن يموت، ثم بعده خراشوف يبقى إلى أن يموت، ثم بعده قبله بلغانين يبقى إلى أن يموت، وقبله مالينكوف يبقى إلى أن يموت، وعلى هذا عبدا كفاءات تبدل، حتى رؤساء الأحزاب مالهم يبدلون. فرادوا أن يصنع الغربيون نفس ما صنعوه مع الإمبراطورية العثمانية، أرادوا أن يصنعوه مع روسيا، روسيا شيطان بالكفاءات جاية. أول بلد اللي أراد أن يصنع هذا الشيء مجر باسم القوميات، أحيوا في داخلهم القوميات، فأراد مجر أن يخرج من الاتحاد السوفيتي، وإذا بالاتحاد السوفيتي 6000 دبابة أنزلها في مجر وقتل كل القوميين الذين كانوا يدعون هذا الشيء وسيطر عليه، خلص هذا كان جوابا عمليا للغربيين، إحنا مو جبناء ومو جهلاء مثل العثمانيين، إحنا واعين ماذا تصنعون.
والآن نفس الشيء أرادوا أن يصنعوا بهم. الآن كارتر هذا لما جاء إلى الحكم أراد أن يصنع بالروس نفس الشيء باسم حقوق الإنسان، هذا الشيء المشهور زين، حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق الذين مضطهدين، لكن هم مو مجانين وجهلاء. هم شنو سووا؟ هم اتخذوا 3 خطوات ضد كارتر فورا. كفاءات أكو يفهم، أكو فرق بين من لا يفهم كنحن وبين من يفهم كهم. الشيء الأول سووا انقلاب أفغان، هذا كان جواب كارتر. سووا انقلاب يمن، جواب كارتر كان. وكذلك صنعوا غير هذين الجوابين تقوية كذا مال ورسو في قصة المشهورة، ما علينا أعلم بالقصة. الحقيقة نحن يجب علينا أن نرجع إلى الكفاءات، وإلا بلادنا دائما فيها العشائر. العشائر كانوا مسلحين، الحكومة مو تخاف من الدينيين ومن مرجع التقليد، الحكومة كانت تخاف من بندقية العشائر. ولا نريد الآن التفصيل، ولا أكو قصص كثيرة في هذا الصدد. كاشف الغطاء كان يطلب من الحكومة أو سلو الحسن فرشي إذا ما كانت الحكومة تصنع ذاك الشيء تهدده ب60,000 بندقية، في كتب هذا مذكورة زين. لكن هؤلاء بلا كفاءات، جاء عبد الكريم قاسم وخطب خطاب بوجوب نزع السلاح، 8 ملايين عشائري كلهم وضعوا أسلحتهم، انتهى كل شيء خلاص. يعني ذاك اليوم قبل 20 سنة الذي وضعت أسلحة العشائر، ذاك اليوم احنا أخرجنا من العراق، مو قبل 7 سنوات 8 سنوات، لأنك بقيت بلا سلاح وعدوك مع سلاح يقتلك. هذا عدم الكفاءة التي كانت موجودة في العراق عند العشائر. تعال إلى لبنان، سعودية، ليبيا بلاد النفط، عراق بلاد النفط، كل هذه البلاد وغيرها ولا نريد التفصيل، هذول كلهم جمعوا جماعة الردع المشهورة، لأن بفلوسهم برجالهم وبسلاحهم صح؟ كتائب 500,000 ما هم، الكتائب ما هم 100,000، 100,000 مو عدد كتائب وحزب الأحرار، هذول كلهم ما يصلون 250,000، كلهم معا ما يصلون 250,000، هذول ما نزعوا السلاح، وقفوا في وجههم وإلى اليوم أبدا مستحيل. كلمة شمعون وبخطاب الإذاعة يضعون أسلحتهم، كانوا يأخذونهم مثل الدجاج ويذبحونهم، لكن قالوا أبدا لماذا نضع السلاح؟ قالوا أنت ضع السلاح، وإذا تريدون حربا فنحن مستعدون للحرب، وحاربوا بالفعل وأثبتوا كلمتهم وأثبتوا دينهم وأثبتوا مبدأهم وأثبتوا فكرتهم وأثبتوا سيادتهم على العالم. هم 250,000، 4-5 منهم ما تمكنوا أن يصدروا صحائفهم في بيروت، راح واحد منهم إلى فرنسا، واحد منهم راح إلى ألمانيا، واحد منهم راح إلى بريطانيا. ماذا صنعوا هؤلاء؟ هؤلاء صنعوا في هذه البلاد قوتهم الفكرية وهنا قوتهم السلاحية، وبقوا وأخضعوا مقابلهم. أما نحن 8 ملايين مثل الدجاج والخرفان، ضعوا سلاحكم، ضعنا سلاحكم خلص، ذبحوا طلعوا برا، هدموا دينه، هدموا عرضه، هدموا كيانه، سحقوه تحت رجله خلص. الحقيقة يجب علينا نحن أن نفهم، وإلا تتكرر المأساة علينا على طول الخط، لأن الدنيا مو دنيا الذين لا يفهمون، دنيا الذين يفهمون. الفرق بين الذين لا يفهمون والذين يفهمون أن اليفهمون دائما يديرون الذين لا يفهمون. هذا موجز الأسئلة الكثيرة التي توجه دائما إلينا، أنه لماذا العراق
يخاف من الانقلاب الشيوعي، وإيران تخاف من الانقلاب الشيوعي، ومصر تخاف من الانقلاب الشيوعي بنفوسها 40 مليون، وباكستان 70 مليون تخاف من الانقلاب الشيوعي، وأندونيسيا تخاف من الانقلاب الشيوعي، أما بريطانيا لا تخاف من الانقلاب الشيوعي بنفوسها 80 مليون، وفرنسا لا تخاف من الانقلاب الشيوعي، وأقل منهم لا تخاف النرويج والسويد والدنمارك وإيطاليا، وحتى إسرائيل الصغيرة ذات 3 ملايين متخاف، وحتى لبنان ذات 1,000,000 متخاف. لبنان متخاف من الانقلاب الشيوعي أبدا. صار في لبنان انقلاب تذكرون انتو، لكن انقلاب صارت مهزلة. فرد واحد من الضباط جمع جماعته وشيط على الحكم والإذاعة، ضحكوا على عقله، الجيش تحرك وضربه، قال هنا مو عراق حتى تسوون انقلاب. لكن سمعته قبل 4 سنوات، لبنان 1,000,000، وقبرص متخاف من الانقلاب الشيوعي. أما فيل، هذا مثل شنو؟ مثل أنه فيل يخاف من شيء والنمل متخاف من شيء. هذا ما يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج إلى فهم. وفي الحقيقة صدقوا، ما دامت ما عندنا كفاءات، الشيء الأول الذي ذكرناه، وما عندنا حريات، الشيء الثاني الذي ذكرناه، وما عندنا أقل مقدار من المعيشة لكل إنسان، دائما بلادنا بين إضرابات، مظاهرات، انقلابات، وهالأسامي الموجودة فيها القائمة. يعني ما دمت أنت حيوانا يرعاك إنسان، إذا صرت إنسانا خلص إنسان في قبال إنسان، أما ما دمت حيوانا يرعاك إنسان. هذا هو من الضروري علينا، وقلنا هذا شيء ما قلناه علميا أو ما قلناه جواب سؤال فقط، من الضروري أننا نهتم إلى تربية الكفاءات في بلادنا حتى يصير كفاءات، مثل كفاءة الجماعة، صلاة الجماعة كفاءات، المجتهد كفاءات، إذن كفاءات، المؤلف كفاءات. أما أنه يكون الأشياء اعتباطيات وعدم الفهم، هذا هو الشيء الذي يحطمنا ويستمر في تحطيمنا. ذكرنا في الأسبوع السابق أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، حقيقة هذا يحتاج إلى التفات، قال شنو؟ ما قال قد تبين الضلال من الهدى، ولم يقل قد تبين الانحراف من الاستقامة، قال قد تبين الرشد من الغي. لماذا الرشد هنا؟ في آية أخرى رشده من قبل، رشد يعني شنو؟ يعني الرشد الفكري، يعني أن يكون فكرك رشيدا وعملك عمل رشيد. إذا كان هذا الشيء فنحن في أمن مستقبلي، أما إذا لم يكن هذا الشيء فيتبدل ويتبدل ويتبدل وألف مرة يتبدل، فنحن هم السابقون. فرد أب تنازع مع ولده، قال الأب لولده اذهب انت متصير آدمي. الولد راح وأثرت فيه هذه الكلمة، وأخذ يرفع نفسه حتى وصل إلى منصب رئيس الوزراء. هذه قصة حقيقية يذكرونه في قضايا سوريا في الزمان القديم، حتى صار رئيس الوزراء. وفي تلك الأيام كانت رئيس الوزراء إذا يمر، كان رئيس الوزراء إذا يمر له كوكبة وأفراس وما أشبه، أطرافه أيضا جماعة من الشخصيات. فهؤلاء لما كانوا يذهبون، الولد ما كان شايف الابن منذ 20 سنة 25 سنة، سمع أنه ضوضاء وجماعة وكذا، وسأل شنو؟ قالوا رئيس الوزراء يمر. وقف، ها
حتى يخلو الطريق فيذهب الأب وقف، وإذا به يرى ولده ورئيس الوزراء وجماعة حوله من الوزراء والشخصيات والأمن والضباط القوانين السابقة والطبول أمامه. الولد لما مر رأى في هؤلاء الواقفين الأب، الأب الشايب عمره 80-70 سنة، تقدم إليه بفرسه وهو واقف على فرسه، جالس على الفرس يعني ما نزل. قال: يا أبي بلا سلام، تذكر أنه قبل 25 سنة، قبل 30 سنة، ذات يوم تعاركت معي وأخرجتني من الدار وقلت لي لا تكون إنسانا آنذا. الأب توجه إليه قال: من أنت وما وظيفتك؟ قال: رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء ذاك اليوم وفي هذا اليوم والشخص الثاني في الدولة. قال: نعم، بماذا مررت من المناصب حتى وصلت إلى رئاسة الوزارة؟ قال: كنت مثلا غواصا، يسمى في العراق غواص سكرتير، ثم ارتفعت فصرت حاكم بداية، ثم ارتفعت فصرت حاكم صلح وحاكم جزاء ورئيس الحكام ومحافظ، أو قبل المحافظ مدير الناحية، وبعد ذلك قائم مقام مثلا الذي يسمى، ثم محافظا، ثم وزير داخلية، ثم رئيس الوزراء، 10 مراتب مثلا. زين، الأب توجه إليه والناس يسمعون، قال: صحيح، صرت غواصا وصرت حاكما وصرت حاكم الصلح وصرت حاكم الجزاء وصرت حاكم المحكمة العليا ورئيس الحكام ومدير الناحية والقيم مقام والمحافظ ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، لكنك بعد لم تصر إنسانا. كل مررته ووصلت وصرت رئيس الوزراء، لكن إنسان ما صرت. إذا كنت إنسان أنا أبوك الشايب مو واقف هنا متسلم علي وأنت على فرسك، إنسان ما صرت. هذه حكمة في وقت أنها قضية حقيقية. إنسان ممكن أن يصل إلى رئيس الجمهورية لكن مو إنسان. هؤلاء الذين يشيطون على الحكم، قتل الناس وسلب الناس ونهب الناس وسجن الناس وقبض الحريات. الله شنو يقول في القرآن الحكيم؟ منهم لك الأنعام منهم أضل. الكفاءات وتربية الكفاءات وفهم الكفاءات وفهم الحياة إذا ذهب عن أمة ملعبة، خلص ملعبة، ملعبة 40 مليون ملعبة، 60 مليون ملعبة، 100 مليون ملعبة، ترون لا ترون 100 مليون ملعبة. ما رأينا مصر طير يودي مصر 40 مليون ذات الأزهر الشريف يوديه إلى كرملين، شيوعي وخرشوفياتي واستقبال وتصفيق الشيوعية العلمية والماركسية والدوية 40 مليون، يأتي خلفه يودي كل هؤلاء إلى البيت الأبيض وتصفيق وتهليل وإذاعة وصحف. هذا شيء مستحيل أن يقع في إسرائيل حتى في 50,000 إسرائيلي، لأن 50,000 إسرائيلي يفهمون، ومستحيل أن يقع هذا الشيء في حزب الكتائب حتى في 10,000 منهم، مو 40 مليون منهم، لأن كتائبيين بالكفاءات جاءوا، إسرائيليين بالكفاءات جاءوا. أما نحن بالمحسوبية والمنسوبية والانقلاب والثورة والقتل والاعتباطيات نأتي. إنسان يأتي بالانقلابات والاعتباطيات كما يقول الشاعر: كما تلاقفت الصبيان بالأكري. هذا هو كرة. فرديوم قالوا لهم أن إسرائيل موزيان، كلهم يقولون إسرائيل موزيان. فرديوم قال لهم إسرائيل زيان، كلهم يقولون إسرائيل زيان. فرد قصة نقلنا لكم ذات مرة، أظن قبل سنة سنتين أكثر أقل، الحقيقة قصة جدا جميلة وجدا منطبقة. شيخ عبد الزهرة الله يرحم الكعبي كان له فرد نسيب اسمه شيخ علي الفليح، هذا شيخ علي الفليح هذا صديقي كان أيضا، هذا نسيبه يعني أبو
زوج أخت شيخ عبد الزهرة، زوج أخت شيخ عبد الزهرة. هذا كان إنسان نوعا ما عنده قدس وتقوى، يشيل منبره يعني كرسي معه، ووسيلة مرحوم سيد أبو الحسن الله يرحمه، القسم قبل 35 سنة 30 سنة، ويودي إلى عشائر، ويذهب إلى العشيرة الأبعد فالأبعد عن الثقافة، يهديهم يرشدهم في شهر محرم شهر رمضان، يحصل منهم كم فلس، لكن هو دافعه الإيمان أكثر من دافع المال، لكن ماله موجود طبيعي. نقل قصة جدا عجيبة وجميلة، يقول رحنا إلى منطقة في العراق لسه ما أدري شنو يسموها، وأهل بعيدين عن الثقافة كبعد الأرض عن جو السماء. يقول رحت هناك وجمعتهم في خيمة، هم براويين بدويين، وضعت الكرسي صعدت المنبر أريد أنصحهم، أول محرم كان أول رمضان ما أدري، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذول متجمهروا هنا كلهم امتلأوا، بسم الله الرحمن الرحيم، كلهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لا بأس به. يقول أخذني الضحك لكن ما قلت شيئا، بعدين قلت الحمد لله رب العالمين، كلهم قالوا الحمد لله رب العالمين، كل سين الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، كلهم قالوا والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. يقول شفت هذول حقيقة مو ميزان. قلت لهم بويا أنا أقرأ لتقرون، كلهم قالوا بويا أنا أقرأ لتقرون. يقول حقيقة حيرت ضحكت، كلهم قاموا يضحكون. يقول شنو أسوي وياهم؟ قعدت هالشكل صافن كلهم قاعدوا. يقول في هالأثناء فرد بق إجا حط على رقبتي بق صغيرة، هالشكل سويت كلهم هالشكل سووا، نزلت من المنبر شلت منبر وطلعت منه. شوفوا هالقصة إيش كثر فيها ضحك، 40 مليون 100 مليون 60 مليون نفس الشيء نفس الشيء. يأتي شيوعي كلهم يصفقون معه، يأتي بعثي كلهم يصفقون معه، يأتي قومي عبد السلام كلهم يصفقون معه، خل باكر يجي فرد عالم كلهم يصفقون له. هاي مو مهزلة في الحقيقة؟ هل هذه تسمى أمة أو مهازل؟ كذلك يأتي يقول إسرائيل مو زين كلهم يقولون مو زين، إسرائيل زين كلهم يقولون زين، نفس الشيء واقع. بس أولئك المساكين تلو بضحك الناس عليهم لا أكثر ولا أقل. 40 مليون فيهم مثقف فيهم عالم فيهم كل شيء، كلهم هكذا. أنا أذكر الأزهر الشريف فرد مرة أفتى بأن أبا ذر شيوعي وسبوا أبا ذر، الشيخ عبد الحسين الأميني يرد عليهم في المراجعات في الغدير، راجعوا كتاب في زمان فاروق كانوا يخافون من الاشتراكية، بعد ذلك جاء عبد الناصر، وإذا الأزهر يفتي بأن أبا ذر أكبر أبطال الإسلام، شنو صار؟ وأنت الأزهر العاقل، أما مستحيل هذا الشيء يقع في الكتائب المئة مليون مئة ألف، ومستحيل أن يقع في إسرائيل، ومستحيل أن يقع في قبرص، حتى قبرص مستحيل أن يقع، لأنهم ناس مثقفون. نحن بحاجة إلى أن ننمي في بلادنا الكفاءات والحريات وأقل قدر من المعيشة، وإلا بلادنا مهازل إلى يوم القيامة، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.